كشف الظنون. نعم. لم أرى كتابي كتاب يعني أولا لم أجد أجهل من هذا الرجل في حياتي كلها. هذا رجل حاطب ليل يحتطب من كل مكان، وهذه المشكلة التي يعتمد عليه يعني هذا يعتمد بعض الناس عليه لا سيما فيما يتفرد به كلها غير صحيحة. يعني حتى وقع فيه كبار الناس الذين اعتمدوا على هذا الكتاب ونقلوا منه أسماء بعض الكتب ويحرف الكتب. أنا كتبت المجلد الثامن، المجلد الثامن لمعلوماتكم كشف الظنون يتكون من 10 مجلدات، 7 النص، والثامن هو أخطاء حاج خليفة في كشف الظنون في 658 صفحة. ما شاء الله عليك. سويت أحصيت الأخطاء، ليست الأخطاء اللغوية ولا الأخطاء النحوية ولا الأخطاء البلاغية ولا الأخطاء الأخرى، وإنما الأخطاء العلمية التي وأما النحوية والبلاغية والمسائل الأخرى واللغوية هذه لا تسولفون عليها في كل صفحة في العشرة. أي نعم أخطاء يعني هذه محسبتها. الأخطاء العلمية في أسماء الكتب في أسماء الكتب في نسبتها في أسمائها في نسبتها في أسماء المؤلفين نسبة كتاب إلى غيره أو إلى نفسه في الشروح في الوفيات في أسماء المؤلفين في وفياتهم. يعني الراغب الأصفهاني على ذكره ذكره في 5 مواضع، في كل موضع يذكر وفاته شكلا آخر. نو بيقول 502، نو بيقول 402، نو بيقول 450، نو بيقول 453، نو بيقول في أول القرن الرابع، وعند في أول القرن وهذا كلها. هو مشكلته مشكلة صاحب كشف الظنون، ظن الناس أنه هو رأى مخطوطات وكتب عنها. لا، هو لم يرى المخطوطات، هو نقل من الكتب الأخرى، نقل كل ما ذكره مثلا الصفدي في الوافي، ذكر كل ما ذكره السبكي في مثلا في طبقات الشافعية.